الخير والورد عليكم مشاهدينا في حلقه جديده من مساء الامارات، نطلبها عليكم مده ساعه ونصف ان شاء الله على الهواء مباشره، تجمع الكثير من الاخبار والامور المفيده والمواضيع المهمه لكم ولنا باذنه تعالى من اخبار محليه عالميه وحتى دوليه، نوافذ بنطلبها عليكم، ولكن قبلها <applause> نسلم على سالم ايش حالك يا سالم يا مرحبا الساعه خديجه ايش حالك كنت بقول المتميز يا سلام ما طلعت ما طلعت ما بتطلع اكيد مش مشاهدينا حياكم الله ومساء الخير عليكم من مساء الامارات برنامجكم المميز اكيد تبدا رحلتنا معاكم من هذه اللحظه ولمده ساعه ونص من المواضيع الشيقه اللي وتم اسركم وايضا مجتمعاتكم نعرف شو بنتناول في هذه الحلقه من مواضيع وعناوين اكيد مع زميلتي المميزه اكيد خديجه. شكرا سالم، طبعا اولى النوافذ عن الامارات، الامارات تقدم 13 ميزه وحافز للمستثمرين وتحتل الصداره، بطبيعه الحال ان تحتل الصداره دوله الامارات لانها تقدم عوامل كثر تستحق بها آه التميز و آه أن تكون الرقم واحد في هذا المجال، بنتعرف أكثر عن هذا الموضوع من خلال فقرات مساء الإمارات. يا أخي يا حظهم المستثمرين في دولة الإمارات من التسهيلات اللي قاعدة تقدمها لهم من تراخيص، تسهيلات، سكن وأيضاً قوانين تصب لصالحهم، ما زلنا في الإمارات مشاهدينا منتخبنا الأبيض ضمن المجموعة الأولى المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بس طبعاً مجموعة تضم قطر، إيران، قرقستان والعديد من المنتخبات الأخرى أكيد ما نطرح هذا الموضوع ونشوف ونحلل قدرة منتخبنا اللي إن شاء الله بيتأهل إلى شاء الله. كأس العالم 2026 الفوز يا الأبيض ومن نافذة أخرى حقيقة ما يتم تداوله حول بيع شحمة أذن بملايين الدولارات وصلت المبالغ ل 20 مليون دولار ومن بين طبعا سخرية البعض على مواقع التواصل الاجتماعي وتصديق الآخر نتناول اليوم هذا الموضوع من خلال مساء الإمارات يا سلام يعني هذا الموضوع اليوم الصراحة مثير للجدل كنا شفنا هذا الموضوع في منصات التواصل الاجتماعي وهناك قضايا مشابهة تمت قبل سنوات عشان شي اخترنا هذا الموضوع مشاهدينا عشان نشوف هذا الجدل هل هو مزيف أم حقيقي ونروح معكم إلى دمشق وناخذ شخصية دمشقية نزار قباني ترك أرثا أدبيا مؤثرا على الشعر العربي في إحدى فقراتنا اليوم من هذه الحلقة مشاهدينا بيكون فيها شعر وبنطرح سيرة نزار قباني الذاتية ونتعرف عليه أكثر معاكم خلال الحلقة تدري سالم ماذا لقب الشاعر نزار قباني؟ لقب بشاعر النساء من كثر ما تكلم شعرا وابياتا عن النساء وكل هذا كان طبعا وليد خلينا نقول تاثره باخته والوالده وبالتالي تاثر من النساء اللي من حوله فتحدث وتكلم وكتب الكثير عن النساء. اذا طبعا في اولى اخبارنا اليوم مشاهدينا وجهت الهيئه العامه للشؤون الاسلاميه والاوقاف والزكاه جميع خطباء المساجد التابعه لها على مستوى امارات الدوله بالايجاز في خطبه الجمعة بحيث لا تتجاوز مدة إلقاء الخطبة مع الصلاة عشر دقائق وذلك ابتداء من يوم الغد الجمعة الموافق 28 من يونيو 2024 حتى بداية شهر أكتوبر وهذا حرصا من الهيئة على سلامة المصلين ودفعا للمشقة عن مرتادي بيوت الله تعالى خاصة في شهور الصيف واللي ترتفع فيها درجات الحرارة وأكدت الهيئة مشاهدين حرصها على العناية بالمساجد ورعايتها وتوفير كل متطلباتها وتهيئة البيئة المريحة للمصلين اللي تمكنهم من أداء صلواتهم في بيوت الله بروحانية وطمأنينة أكيد مشيدة بالدعم الكبير اللي تحظى به من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والقياده الرشيده طبعا ياتي هذا خلينا نقول الاختصار بمده الصلاه وايضا الخطبه حفاظا على سلامه المصلين عشان نكون مرتاحين مع ارتفاع درجات الحراره وفي مده الصيف يا خديجه. يعطيهم الف عافيه يا رب في ميزان حسناتهم الشعور بالاخر والانسانيه. بالفعل مشاهدينا البدايه مع مواضيعنا المحليه لتعكس وصول دولتنا الامارات الى العالميه مزايا جديده قدمتها الجهات المعنيه في مجال رياده الاعمال جذبت المستثمرين من كافه انحاء العالم وجعل في الصدارة وهذا الشيء طبعا أسهم في رفع تصنيفها على المؤشرات الدولية المتعلقة بجاذبية بيئة الأعمال والبيئة الاستثمارية ولكن ما هي العوامل اللي ساعدت على ذلك وبالتالي ما هي الجهود المبذولة نتعرف على أجوبة هذه الأسئلة مع ضيفنا بعد هذا التقرير متابعة طيبة تعرفوا على أبرز المزايا والحوافز التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة للمستثمرين في الإمارات أسهمت بدورها في ارتفاع الجاذبية الاستثمارية للدولة. 15 دقيقة لتأسيس شركة في الإمارات تتيح منصه باشر الرقميه للمستثمرين ورواد الاعمال في الامارات وكافه انحاء العالم حلول تاسيس لشركات في الدوله الكترونيا التملك الكامل للشركات مئه في سمح للمستثمرين من مختلف الجنسيات بتأسيس وتملك الشركات بالكامل في دولة الإمارات أربعين منطقة حرة لتأسيس الشركات توفر الإمارات أكثر من أربعين منطقة حرة تتيح للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة مئة في المئة 2000 نشاط اقتصادي يمكن للمستثمرين الأجانب في الإمارات الاستثمار في قطاعات التجارة والصناعة والزراعة والخدمات والتعليم وغيرها الكثير. الأشكال القانونية للشركات على إثر صدور القانون الاتحادي رقم 26 بشأن الشركات التجارية، سُمح للمستثمرين الأجانب بتملك كافة الأشكال القانونية للشركات التجارية. وإليكم أيضاً عدم اشتراط وجود وكيل مواطن، مجالس الشركات المساهمة من دون حد أدنى لرأس المال دون ضريبة دخل وتحويل كامل الأرباح، إقامة ذهبية للمستثمرين، سهوله التعاقد مع العماله المهنيه تعرفه جمركيه منخفضه حوافز للقطاع الصناعي مشاهدينا دعونا نرحب بضيفنا في الاستديو عبد الله الحديدي مستشار ومدرب رياده اعمال حياك الله ومساء الخير في مساء الامارات مساء النور يا هلا يعني اليوم دوله الامارات وجهه عالميه لاباها اللي في الشرق وفي الغرب في المشرق واللي في المغرب يباه دوله الامارات هيها كمستثمر لانها توفر البيئه المريحه له وايضا أيضا لإستثمارات. لكن في البداية وقبل كل شيء خلينا نتكلم عن ريادة دولتنا الإمارات أكيد وتفوقها كوجهة عالمية للمستثمرين وأيضا للاستثمار آه الإمارات حققت الحمد لله ريادة في جميع المجالات، وبلا شك أنها يعني في جانب ريادة الأعمال هذا شيء آه بارز جداً، خاصة لما نشوف أن الشركات الصغيرة آه تفضل أنها اليوم تأسس مقرها في الإمارات آه وتنطلق من الإمارات، تعتبر الإمارات. هي الحاضنه للانطلاقه انطلاق. في المنطقه نعم. يعني الكل يقول اذا انا جيت الامارات ونجحت فهني بيئه مثاليه للانطلاق في الاسواق القريبه حتى نعم. يعني اكثر من هذا اللي يجذب في في بيئه الامارات انها من الناحيه التشريعيه عندك تشريعات تحمي وتشجع من الناحيه حتى من ناحيه المواهب يعني اليوم الشركات حتى الشركات يعني بمختلف احجامها نعم. تبغى الموهبه تبغي المواهب اللي بتبني هذه الشركات نعم. فبالتالي نلاقي حتى المواهب كافراد يسعون اصلا نعم. انهم يتواجدون في الامارات فبالتالي عوامل كثيره يعني تخلي على منها وجهة فعلا استثمارية نعم. بالفعل يعني أستاذ عبدالله تكلمت عن أن القوانين والتشريعات لتنص دولة الإمارات وبالتالي لتحفظ حقوق المستثمرين، أمس كنا نتكلم عن موضوع الطيران وهو مجال مهم من الاستثمار في دولة الامارات للسياحة والسفر، ومن أحد أهم النطاق تم المرور على كلام مهم اللي هو يخص الأمن والسلامة اللي يشعر بها المستثمر والسائح في صح. دولة الامارات، إلى أي مدى يلعب هذا الشيء دور في تعزيز إقامة مستثمر في دولة الامارات بأمن وأمان إن كان على المستوى الشخصي أو المالي؟ لا شك ان الامن بالنسبه لاي مستثمر هو من اولوياته نعم آه وليس فقط على الجانب مثل ما ذكرتي على جانب حفظ المال نعم آه على الصعيد الشخصي صحيح. يعني هو نعم. يبغى يتحرك عائلته بتتواجد هني آه المعيشه نعم. آه حتى حفظ الحقوق الفكريه وحفظ الحقوق بمختلف انواعها نعم. اليوم القوانين الحمد لله تحفظ الحقوق للمستثمر بشو ما كانت يعني الملكيه الفكريه براءه الاختراع بالضبط حتى نعم. الحقوق الشخصيه على سبيل نعم. المثال فعلا نعم. فعلا فبالتالي يعني اليوم التشريعات والنضج اللي وصل للتشريع في الامارات الحمد لله يخلي الواحد يستثمر في اي مجال وهو مرتاح. جميل. تكون الوجهه الاولى اذا فكر يستثمر او يفتح شركه ما او شركه ناشئه تكون دوله الامارات هي الخطوه الاولى في بدايه مشوار الالف ميل، طيب اليوم عندنا نحن بيئه حاضنه لكل المستثمرين تسهيلات حقوق تحفظ حقوق المستثمر مهما كان جنسيته وايضا جنسه، لكن اليوم المستثمر كيف يبدا في دوله الامارات مع كل هذه التسهيلات اللي بيحظى فيها بعد الانطلاق؟ البداية الحمد لله وايد سهلة يعني نعم. الحمد لله يعني إذا بدأ إذا حب إنه يعتمد على نفسه فهو يقدر يروح للمنصات اللي موجودة في كل قطاع في كل الدوائر الاقتصادية نعم. ويقدر يأسس شركته يبدأ كل اجراءات القانونيه حتى فتح الحسابات البنكيه صارت اونلاين صحيح. يعني اغلب اجراءات المستثمر ورائد الاعمال مسهلة. يقدر ينجز ينجزها عن بعد نعم. فبالتالي يقدر ينجزها عن بعد ايضا من الرفاهيه الحمد لله اللي موجوده عندنا أن الواحد ممكن يعتمد على شركات خدمات نعم. آه بالتالي لا أنا ما فيني أن أفتح ويب سايت ولا نعم. أعتمد على نفسي أنا بأعتمد على غيري أيضا هذا من آه الخدمات اللي متوفرة من خلال آه تأسيس الشركات وشركات تأسيس الشركات اللي تعطي استشارات في في هذا المجال فبالتالي صار في تخصص وتخصصيه كبيره في موضوع تاسيس الشركات يعني نعم. من الناحيه القانونيه تحصل اللي يدعمك صحيح. من الناحيه الاداريه وتخليص المعاملات التخطيط والتنفيذ وانت رايح لانه نعم. في تفاصيل في تفاصيل مهو. يعني واحد مثلا يبغى يستثمر هل هو بيدخل في استثمارات فيها شراء مثلا عقارات ولا هل هو بي بي بينقل راس المال هل هو ففي تفاصيل يحتاج يستشير فيها اصحاب لله الاختصاص اصحاب الاختصاص كلهم في مجاله وبيلاقي نعم المستشارين موجودين طيب استاذ عبد الله بالعوده للعوامل ما كملت لنا الجزئيه عدا عن الامن والسلامه ما هي البنيه التحتيه الاساسيه او التربه الخصبه في دوله الامارات لجذب المستثمرين اللي وصلوا بالمليارات بالاضافه اللي ذكرناه ان اليوم البنيه التحتيه جزء كبير منها البنيه التقنيه نعم. يعني بنيه الامارات التقنيه والتشريعات التقنيه تساعد ان الواحد يقدر ياسس مشروعه التجاري او شركته وهو يعني مطمن على ان لان اليوم البيئه الالكترونيه او التطبيقات خلينا نقول الالكترونيه اذا ما كان في بعد التشريعات اللي تسندها صحيح. فلاحظنا ان يعني في في زياده في خلينا نقول اتجاهات نعم. اللي ما تحقق الامان للمستثمرين فالحمد لله هذه مغطاه من ناحيه ان في تقنيات وفي هيئات تساعد المستثمرين في انهم يوصلون للتقنيات تكون امنه ايوه وفي نفس الوقت معتمدة. نتكلم عن الأمن السبراني في هذه الحالة. صحيح. نعم. الأمن السبراني نعم. ما يتعلق بشو التكنولوجيا حتى نعم. اللي نعم. اللي هو يحتاج. لأن اليوم معظم الشركات إذا نصح القول تحتاج إلى منصات. في مواقع التواصل الاجتماعي تحتاج ويب سايت تحتاج يعني إلى عالم رقمي علشان تقدر توصل لأكبر عدد من العملاء من خلال منصاتها لكن اليوم نسمع بعد عن شركات عالمية كبيرة فتحت لها فروع إقليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة وأيضاً نجحت نجاح مبهر اكثر من وين من خلينا نقول البلد الام لهذه الشركات فما الدوافع اللي تخلي مثل هذه الشركات اليوم تنتقل مثلا خلينا نقول من ايطاليا الى دوله الامارات لتفتح لها فرع اخر اقليمي داخل هذه الدوله الدوافع اهمها ان احنا اليوم الحمد لله بوابه السوق نعم. في الشرق الاوسط تتكلم عن الدول سواء دول الخليج او الدول العربيه او افريقيا او اسيا اسيا بالضبط فاحنا نعتبر بواب لهذه النجاحات اضافه الى هذا المستثمر او الشركات الكبرى هذه لما تفكر في الامارات تفكر فيها لانه شافت سرعه الانجاز اللي صار على مستوى يعني. حكومي وعلى مستوى شركات يمكن من نفس الفئه يعني. فاليوم النمو الاقتصادي الحمد لله المتسارع يعطي اريحيه ويعطي ثقه عند الشركات الكبيره وعند المستثمر ان انا ممكن اني انا اجازف وايل للمنطقه نعم بالعوده للحديث عن الموهوبين يعني لفتت نظري نظري هذه الكلمه اليوم دوله الامارات تسعى لدعم الرياده الابتكار والمبدعين تحتضن وتدعم كل هؤلاء حتى في الجامعات استاذ عبد الله يدرسون ماده اسمها سيكولوجيه المواهب او الموهوبين، صح. لهالدرجه تستثمر هذه الشغله، فايش قد تشوف بعد تركيز دوله الامارات على هذه الفئه عنصر وعامل مهم لرفع البنيه التحتيه للاستثمار الاقتصادي في دوله الامارات. لا شك ان الامارات الحمد لله استثمرت في البشر، واستثمرت يعني بشكل يعني خلينا نقول كمنظومه متكامله نعم مب... كإنسان والله ما فرقت بين اي حد تواجد على على دوله الامارات وهذا نعم. لاحظنا الحمد لله من في المؤسسات سواء التعليميه والفعاليات اللي تصير المسابقات نعم. الدعم في في مؤسسات حتى دعم رياده الاعمال م. ما يقتصر على احد اللي موجود على ارض دوله الامارات بل انا شهدت ايضا ان المهرجانات في رياده الاعمال صارت مهرجانات عالمي. عالميه عالميه بمعنى يعني فعلا تستقطب من دول ما كنا نعرف اصلا فيها حد او تتوقع ان حد ممكن يفكر نعم والجميل انه يوم يوم تتقرب من هاي الناس يعني واحد عنده فكره في مكان ما في افريقيا نعم. هذا الشخص يوم تي وتلتقي فيه في في معرض مثل جايتكس او معارض دوله الامارات مهم. تلاحظ انه عنده امل كبير بوجوده هني مو بس نعم. انه هو جاي يبغي شارك. حلمي بيتحقق هي يعني كانه حلم مم. بيتحقق فعلا فهل. لانه هو جاي يبغي استثمار جاي يبغي بيئه تحتضنه نعم. تساعد احيانا حتى ناقصنا اصلا هو المعرفه هو مخترع مثلا مم. نعم. او عند مبرمج فناقصتنا وايد امور في البزنس فبتلاقي لك. مو بس السوق مو بس الـ الـ بتلاقي المستشارين بتلاقي الناس اللي تنصح فعلا فعلا اجواء في في المهرجانات والمعارض تحس انه فعلا الانسان محتضن تبني نعم. تبني لاصحاب نعم. الافكار لاصحاب الابتكارات اللي ما يكون عندهم الا المعرفه احيانا وعنده خيوط من هذه الفكره تتبناها دوله الامارات وتطبقها على ارض الواقع وعلى فكره هذا شيء نعم. مش من هذه السنه او من عشر سنوات من السبعينات كم سمعنا نعم. من قصص نعم. اليوم يك المستثمر ب درهم الى دوله الامارات ويفتح له بزنس وتحصل ان دوله الامارات فتحت له افاق لم يحلم بها ابدا طبعا وايضا اصحاب الافكار من اطباء وموهوبين وفنانين ورسامين وصحافيين فتحصل ان بالفعل دوله الامارات ما هي بيئه حاضنه من سنه وسنتين وثلاثه لا بل من السبعينات وما قبل هذه فايش كثر اليوم تاريخ دوله الامارات اليوم في هذا الجانب آه يعكس سمعه طيبه آه عند المستثمرين اللي هم خارج الدوله يوم يسوون سيرش عن هذه الدوله او بحث مبسط عن هذه الدوله يحصل ان بالفعل فلان الفلاني بالسبعينات اتى الى دوله الامارات واليوم هو عنده آه يعتبر من اصحاب رؤوس الاموال على مستوى خلينا نقول محلي او اقليمي او حتى دولي فعلا يعني فعلا هو نهج يعني خطه الشيخ زايد الله يرحمه الله, يرحمه الله يرحمه شيوخ المؤسسين والشيخ محمد بن زايد اكيد والشيخ محمد بن راشد الله الان يعني النهج حقيقي يعني مرسخ على ارض الواقع صحيح. تحس انك انت تعيشه ويمكن يعني يمكن هذا احنا تفوقنا بعد فيه كثير أنه ثقافه المجتمع نعم. صارت طبعاً تتقبل صحيح. وتدعم صحيح. يعني فعلا ثقافه المجتمع انا اعرف كثير من 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 يعني من افراد المجتمع يدعمون يعني يحبون مشروع صغير نعم. ما يفرقون يعني منو صاحب من اي خلفيه هو. صحيح لكن فعلا في تبني الابتكارات نعم. الشركات تلاقي الشركات الشبه حكومية الشركات الخاصة بدأت تتبع هذا النهج أيضا أن مثلا يوم يلاقون شركة صغيرة ناشئة وعندها ابتكارات في تبني لهذه صحيح الأفكار يعني وفي حتى لو كان الموضوع خلينا نقول تكنولوجي وايد متقدم على عصره يبدون يتباحثون معاهم زين كيف نقدر نطبقه شو الجدوى منه كيف ممكن يصير فبالتالي فعلا الثقافة والنهج صار مترسخ الحمد صحيح. لله يعني لم تسمى حكومة ذكية عبثا يعني فهي ذكية من شعارات القادة لا للعنصرية من شعارات القادة التسامح من شعار القادة تقبل الآخر حتى إذا هو من ديانة مختلفة أو من اعتقادات مختلفة مثل ما قلت أستاذ عبد الله استثمار بالبشر بالإنسانية وليس بجنسة أو إن بماذا يفكر طيب كان في تحديات أنت تكلمت قلت أن الإمارات تفوقت عالميا كان في تحديات صعوبات عقبات تجاوزتها الدولة إلى أن وصلت لي الصدارة لا شك لا شك أنت اليوم تبغي تنافس ويعني شيوخنا يقولون ما نرضى إلا بالرقم واحد نعم. المحافظة على القمة أو الوجود في القمة هو تحدي ويمكن يعني الحمد لله يعني ثقافة المنافسة اللي موجودة عندنا في الامارات ان نبغي الكل ويانا بعد نعم. يعني ما ما تحس ان في منافسة ما في انانية ما في انانية بالضبط, بالضبط. نعم. يعني فهي فيها تحديات م. والتحديات ان احنا كيف نحافظ على هالمستوى نعم بالتالي من ناحية تكنولوجية يحتاج ان احنا دائما نكون مواكبين مواكبين نعم. عارفين شو اللي اللي احنا نبغى نوصل له التحديات طبعا لا شك ان في ناس ممكن مثلا تستغل بعض التشريعات فبالتالي التشريعات ايضا تتطور ومرنه ولاحظنا هذا الشيء في كل القطاعات نعم. يعني قطاعات عقاريه، قطاعات تكنولوجيه صار في تطوير للتشريعات بحيث نتلافى الثغرات اللي كانت موجوده تلاحظ ايضا التحديات اللي اللي واجهناها وتجاوزناها تحديات المواهب ايضا نعم. آه فصار حتى تبني المواهب عن بعد يعني مم. كان في تحدي آه اعتقد يمكن حتى فتره الكورونا ساعدت في في هذا الامر لكن طبيعي ان اللايف ستايل والعيشه في الامارات آه يعني بالنسبه لهم طموح يبناهم, يبناهم هنا في دوله الامارات اتوقع قبل عده اشهر في قمه المليار متابع يعني انت لو صح شفت ال... نقول هذا العرس المواهبي من كل بقعه في د... في الارض اليوم في دوله الامارات هم ومتابعينهم وافكارهم ومحتواهم الهادف كانوا مجتمعين في متحف المستقبل وابراج الامارات فبالحديث ف... عن يعني خلينا نقول احتضان المواهب بالفعل دولة الامارات تحتضن مواهب المؤسسات دائم. الحكومية مش مقصرة تهل نعم. تبسط الامور سواء كان دارت الاراضي والاملاك، هيئة الثقافة وهلم مجرة من هذه المؤسسات. نعم. أكيد. وحتى في في جزء من يعني من التبني هذا او التحديات في التبني ان ثقافة بعض القطاعات ما كانت موجودة، تلاحظ مثلا مثل ما ذكرت هذا المثال قطاع التواصل الاجتماعي في مواكبه مواكبه بالفعل. القطاع التقني القطاع في قطاعات حديثه هذا ايضا جزء من التحديات اللي اللي واجهت الدوله نعم. ونلاحظ ان يعني مثلا في الانشطه الاقتصاديه احنا من اكبر عدد الانشطه اللي متاحه في دول العالم وما زلنا صحيح. ممكن نزيد اي نشاط واحد ممكن يناقشه مع الدوائر الاقتصاديه صحيح. يعطيك الف عافيه طبعا استاذ عبد الله الحديدي مستشار ومدرب رياده اعمال على هذه الروح الايجابيه وعلى وجودك في مساء الامارات شكرا حيكاً. لك استاذ عبد الله تحب له. الرياضه شكراً صح؟ اكيد والابيض <applause> اكيد خديجه اخبار عن الابيض <applause> يا حقيقي. بيفوز الابيض احساسك يقول <applause> لازم يفوز <applause> لازم <applause> ما دامنا وراه بيفوز خلاص عيال دامنا وراه الى الاخبار المفرحه عن دولتنا الامارات مشاهدينا حيث سحبت في العاصمه الماليزيه كوالالمبور قرعه الدور الثالث من التصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم 2026 جاء منتخب الامارات الابيض في المجموعه الاولى الى جانب كل من ايران قطر اوزبكستان قيرغيزستان وكوريا الجماليه شو اسمها البلد كوريا الشماليه وقرغستان قرغستان قرغستان مشاهدينا يتاهل المنتخبان اللذان يحتلان المركزين الاول والثاني من المجموعه مباشره الى نهائيات كاس العالم وان شاء الله يا رب ان الابيض وياهم آمين. لكن شو هي التوقعات؟ نتعرف بعد متابعه بعض المعلومات حماس المحللين الرياضيين عالي جدا لذلك دعونا نرحب بحماس ضيفنا في الاستوديو الاستاذ خالد العوض خالد العوضي محلل رياضي مساء الخير مساء النور والسرور رحب فيكم ورحب بالساده المشاهدين بك. وطاقم العمل يا مرحبا بكم مرحبا الساعه نور. ونور يا قبل ما اسالك عن منتخبنا وتوقعاتك عرفنا تو ان الامارات في المجموعه الاولى بتلعب تاريخ 5 سبتمبر مع قطر فشو التوقعات شوف التوقعات صعبه في الوقت الحالي لكن نحن ناخذ على المعطيات اول ما الجميع اليوم سمع عن المجموعات وشاف مجموعه المنتخب الامارات على طول اظن يمكن الاغلب بسبب الواقع اللي نحن فيه الكروي الفتره الاخيره حطوا ان منتخبنا دايرك في الملحق بحكم المستويات اللي قدمها المنتخب الايراني كمت م. كتصنيف اول وحكم منتخب قطر كبطولتين امم اسيا الاخيره نعم. هم الافضل واقعيا منطقيا حاليا هم الافضل فدائما هم حاطينهم انهم اللي بيتاهلون على حساب المنتخبات الثانيه مثل الامارات واوزبكستان وقيرغستان وال والمنتخب الاخر لكن انا اتوقع كوريان. اليوم اليوم نحن لو خدناها بواقع المشوار الأخير لمنتخبنا في التصفيات الأسيوية المؤهلة لآسيا وكاس العالم نعم. يمكن نحن تصدرنا المجموعة كانت فيه مؤشرات إيجابية ومؤشرات على الأقل تعطينا روح أن المنتخب قادر رغم أن المستوى يفرق في الوقت الحالي أنت وصلت اليوم للدور الثالث الدور الثالث يعتبر أنك كنت تلاقي منتخبات النخبة المنتخبات صفوة آسيا فأنا أتوقع المهمة ليست سهلة لكن في نفس الوقت ليست مستحيلة المفروض أن نحن نعطي نفسنا القاعدة الأساسية لتأهيل هذا المنتخب وناخذ ثقة أن هذا المنتخب قادر أن يتأهل تأهل مباشر نعم. وليس من اليوم نحن نفكر بالملحق مثل ما الكثير وأنا ما ألوم طبعا اللي ياسين اليوم يتكلمون أن منتخبنا ممكن يكون موجود في الملحق بحكم الفترة الأخيرة نحن عندنا كانت في إحباطات كثيرة خاصة نحن في كاس آسيا الفترة الأخيرة في نعم. قطر ما قدمنا المستوى المطلوب المؤشرات كلها ضدنا لكن الجيل اللي موجود اليوم من الخامات وخاصة اليوم عندنا نحن يعني شباب صغار نعم. عندهم رغبة عندهم روح عندهم طموح عندهم حماس اليوم صحيح. هناك في التفاف كبير من الـ الـ الشارع الرياضي الوسط الرياضي حتى من اتحاد كره القدم الاهم من هذا كله ان هناك يكون عندنا استقرار فني خاصه من ناحيه التشكيله الاساسيه لازم يكون هناك في انسجام اليوم لازم يكون في تناغم ما بين المجموعه هذا كل اللي احنا نحتاجه اليوم من المدرب المنتخب البرتغالي بنتو لان يمكن الفتره الاخيره كانت في انتقادات كثيره على طريقة تعامل المدرب مع المنتخب خاصة في كل مباراة نشوف أكثر من أربع خمس لاعبين يتغيرون مه. أنت بهالطريقة صعب أنك تخلق انسجام, انسجام. في المنتخب هذا اللي نحن نتمناه في المرحلة الأخيرة ونتمنى الأساسيات تكون موجودة خاصة من ناحية تعامل الرزنامة الموسم اللي بتكون مضغوطة في مصلحة منتخب الإمارات والتجمعات المكثفة لمنتخب الإمارات والمعسكرات ولعب مباريات قويه مع منتخبات الصفوه لان اليوم المرحله القادمه صعبه، المرحله القادمه مهمه، الانديه اليوم عندها ضغوطات كثيره خاصه في انديه بتشارك خارجيا ومحليا، والمنتخب اليوم مقبل على تصفيات انا اتوقع ان نحن في تصنيفنا الحالي المفروض ان انت اليوم وصلت لثمان مقاعد وعندك نصف مقعد المفروض انها تكون انت اليوم متواجد في كاس العالم يعني اليوم أنا. مع قطر وايران مجموعة دولة الامارات او منتخب دولة الامارات مجموعة صعبة لكن لابد ان اليوم منتخب الامارات يحقق عنصر المفاجأة في هذه المجموعة، خلينا نحط قطر ومنتخب ايران على صوب ونتكلم عن غريغستان وكوريا الشمالية شو اللي لازم يسويه المنتخب للفوز على هؤلاء المنتخبين؟ شوف المؤشر الحقيقي انت في بدايه مشوارك نعم. بدايه مشوارك هو اللي يعطيك انت وين رايح اليوم في المجموعه هاي، انت بدايتك بتبدا مع قطر ويمكن نحن عارفين الفتره الاخيره نحن صارت قطر بالنسبه لنا عقده مثل م. ما هي ايران عقده ازليه، نعم. اليوم العامل النفسي تهيئه المنتخب لتجاوز المحطتين الاولى هي اللي بتعطيك المؤشر لان المنتخبات اللي مثل ومنتخبات مثل كوريا الشمالية أنت قادر أنك تتعامل معهم لأن أنت فنيا أفضل عنهم لو نحن عارفين أن المنتخب الكوري الشمالي على أرضه صعب ملاعبهم صعبة المنتخب الشمالي منتخب متطور منتخب يلعب كرة تقريبا روسية أوروبية بشكل بدني كبير لكن في نفس الوقت المجموعة اللي موجودة قادرة أن تتعامل مع هالمنتخبات اليوم أنت أساس التصفيات مش مثل البطولات المجمعة نعم. لازم يكون عندك نفس طويل لازم يكون عندك أسلوب واضح لازم يكون عندك طريقة ومؤشر أنك أنت قادر أنك انت توصل لمرحلة بعيدة خاصة إذا قسناها نحن بواقع التصويات التصويات المفروض أن أنت ملعبك ما تفوت أي نقطة تفوز في ملعبك ثلاث نقاط برع ملعب تأخذ نقطة تفوز تحقق اعلى معدل نقطي وبتتاهل نعم. قادر المنتخب الاماراتي يتاهل بشرط انه يعيد شخصيته لان نحن كنا في مرحله انتقاليه للاسف كانت في فجوه كبيره ما بين الجيل اللي نحن نعتبره الجيل البوهوبي جيل عموري واحمد خليل مبخوت الجيل هذا للاسف وصل لمرحله الختام ما كان في جيل بعده يكمل المشوار هاي الفجوه الكبيره هي اللي خلقت عندنا منتخب صار في الفترة الأخيرة يعني في المتناول عند المنتخبات اللي أساسا هي تطورت ونحن تأخرنا بشكل واضح. ليش طيب؟ يعني قلت إنه يجمع نقاط، إذا بنحط النقاط على الأحرف، ما الذي ينقص الأبيض عشان يتأهل؟ أعطينا إياهم بوينت يعني نقاط معينة. المنتخب الإماراتي ينقصه صراحة بأمانة عشان هيه. يكون من ضمن المنتخبات المتأهلة شيء كثير. اليوم منتخب الإماراتي اليوم فيه لاعبين شبان. محتاجين مهم. أول شيء مثل ما قلت لك معسكرات مكثفة نعم. تجمعات مكثفة مهم. مباريات ودية قوية مع منتخبات تعتبر هي الصفوة نعم. علشان تشوف أنت وضعك وين اللاعب الشباب هذه لازم يحتكون بمنتخبات قوية كبيرة نعم. يتعاملون مع جميع المدارس الاستقرار الفني الأساسي المهم الثبات على التشكيل التغيير يكون جذري مهم. وليس كلي نفس اللي نحن نشوفه مع بنته في التصفيات وحتى في امم اسيا التغيير يكون بشكل كبير وواضح حتى يمس بعض الخانات الاساسيه اللي انت صعب اصلا انك انت تغيرها لانك انت لازم يكون عندك عمود فقري ثابت نعم. تبني عليه المنتخب، تغييرات تكون محدوده ما بين لاعب لاعبين على حسب ظروف المباراه، لازم يكون هناك في انسجام، لازم يكون في رؤيه واضحه لشكل منتخب قادر انه ينافس، اما من ناحيه اللاعبين، اللاعبين انا اتوقع مثل ما قلت لك صغار عندهم طموح، عندهم رغبة، اليوم الكل عارف ان نحن ممكن تصفيات فترتها تقريبا ما تقارب السنة نعم التصفيات هاي انت ممكن تدخل مراحل كثيرة، ممكن تدخل مراحل انت تكون زين فيها صح ومنتخبات ثانية تكون سيء مراحل ممكن تكون انت سيء فيها، مراحل تكون منتخبات ثانية، هنا نحن عارفين ان في بعض اللاعبين بس يستوفون البنود القانونيه لدخول م -م. المنتخب بعد حصولهم على جواز الامارات ممكن شكل المنتخب يتغير صحيح. هذا مو معناته انه بيكون في تغيير كلي لانه ممكن ما يكونوا مقنعين المدرب خاصه اذا هذه المجموعه بدايتها مع المنتخب حققت نتائج ايجابيه في بدايه المشوار ممكن ما نشوف احنا الـ 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 اللعيب المقيمين اللي اخذوا جواز الامارات الفتره الاخيره لكن لازم علينا نحن نتعامل مع الـ 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 الرؤيه اللي تخلينا نوصل لكاس العالم لان نحن نحن مقبلين اليوم لمراحل مهمه نعم. النقطه الاساسيه نحن مرينا فيها في مراحل سابقه نعم. كانت مع منتخب يكون فيه ثبات واستقرار فني اول ما نلعب اول مباراه مبارتين نخسر يروح يصير هناك في تذبذب وفي تراجع وفي اقالات وفي امور الثقه شويه هذا الشيء عامل اللي نحن نحن هذا الشيء اللي نحن ما نبغي نوصله العب كره ادي اللي عليك ممكن تخسر ممكن صحيح. تفوز بشرط انك انت تدخل المباراه انت صاحب الافضليه عندك ثقه في نفسك تلعب مباراه قادر انك تفوز عليه خسرت ترى عادي الخساره وارد العامل النفسي لعب دور جداً, جدا, كبير بين اللعيبه انت ذكرت بمباراه السعوديه والارجنتين في مونديال قطر اسابق يوم ما حد توقع ان اليوم السعوديه تنتصر على الارجنتين ومع ذلك الارجنتين حققت اللقب، اليوم بين هذه المجموعات الثلاثه منو برايك بيتأهل كأول وثاني؟ انا يعني شوف عاطفيا انا اشوف منتخبنا ان شاء الله اذا استقر قادر انه يتأهل برفقه المنتخب القطري مهم. هم الثلاثه نتوقع إيران ومنتخب الامارات ومنتخب قطر اليوم بيكونوا منافسين على المجموعه نعم. اما من ناحيه المجموعات الثانيه يمكن نحن شفنا مجموعه فيها منتخبات عربيه مثل طبعا لو خذنا كوريا الجنوبيه كوريا الجنوبيه في مكان اخر خاصه صحيح. في التصفيات لو نحن عارفين ان كوريا الجنوبيه متاهلي 11 مره نعم. كوريا الجنوبيه تتفوق على منتخبات عالميه صحيح. تتعادل مع هولندا وتتفوق على البرتغال صحيح. في هي تتعامل مع تصفيات كاس العالم بشكل احترافي فلا انا استثني منتخب كوريا هو متاهل بشكل مباشر هناك في منتخبين اللي هم يعتبرون الافضل حاليا على مستوى اسيا من المنتخبات العربيه منتخب العراق منتخب الاردن انا اتوقع ان العراق والاردن حظوظهم متساويه ناهيك عن وجود عمان وجود المنتخب الفلسطيني وجود المنتخب الكويتي اللي ممكن يعملوا لك مثلا يعني بلبله في المجموعه من قادرين انه ياثرون على المجموعه وما تدري لكن انا اقول لك هالثلاثه هم المؤهلين انه يصعدون من المجموعه هاي اثنين مباشر واحد ملحق المجموعة مجموعة السعودية مجموعة السعودية أنا أتوقع المجموعة هي نفسها اللي كانت السابقة اللي أهلت منتخب السعودية على نفس المنتخبات هاي إلى كاس العالم في مونديال قطر اذا شفنا اليابان اليابان منتخب متمرس السعوديه منتخب منتخب متمرس استراليا منتخب متمرس متمرسين انهم يصعدون التغيير الوحيد اللي حصل كان منتخب عمان موجود اليوم منتخب البحرين والتغيير الثاني كانت اندونيسيا قبل كانت فيتنام الحين اندونيسيا, اندونيسيا. فنفس العقليه المنتخبات اللي المنتخب السعودي يتميز أنه عارف يتعامل مع التصفيات المؤهلة لكاس العالم عارف يأخذ النقاط عارف يلعب داخل ملعبه صحيح. عارف يلعب خارج ملعبه بالفعل. عنده خبرة كبيرة في مثل هذه الأمور وشفنا نحن تصدر مجموعته على منتخبات مثل اليابان مثل أستراليا فأنا أتوقع أن المنتخب السعودي والمنتخب الياباني هم المتاهلين على المجموعة والمنتخب الأسترالي نفس اللي حصل له من أربع سنوات بيحصل له بيكون في الملحق لكن منتخب امانه منتخبات قريبه من يعني مستويات قريبه جدا مجموعات من بعض. قويه جدا اكيد نتمنى نعم. كل التوفيق طبعا الابيض وان يعيد التاريخ نفسه اللي صار في 1990 انه يتاهل لكاس العالم مره اخرى في 2024 او 25 او في السنوات القادمه شوفي اول شيء انجاز 90 هذا يعتبر انجاز كبير تاريخي صحيح. لحد الان لم يتكرر نعم. في الوقت الحالي انت عندك ثمان بطائق انا اعتبره اذا ما تاهل كاس العالم يعتبر فشل واخفاق الامور ان شاء الله يتغير. انا اتوقع إن في ستنفذ في هذه هي التصفيات وان منتخب دوله الامارات العربيه المتحده قادر بجماهيره وايضا لعيبه اللعيبه اللي يلعبون في المنتخب وايضا الكادر خالد العواضي محلل رياضي كل الشكر والتقدير لك على هذه المعلومات وهذه التحليلات بالتفصيل حللت كل المجموعات ما شاء الله, الله, يسلم الله يسلم شكرا لك الله يعطيك العافية. خديجه بعد تبين شقه في دبي <applause> انا ما نسيت انا بطمن عليك مشاهدينا مستمرين بمواضيعنا المحليه وتوا... او تواصل اماره دبي تبني التشريعات الرقميه في القطاع العقاريه خديجه مما يسهم في تعزيز زخم ونمو المبيعات العقاريه طبعا وسجلت المبيعات مستويات قياسيه منذ بدايه العام الجاري 2024 حتى الان خلينا نتعرف على مزيد من التفاصيل في هذا التقرير ولنا عوده اكد عقاريون ان نظام تسجيل العقارات عن بعد من افضل ما تم تطبيقه من قرارات كونه يسهم في زياده عدد الصفقات المبرمه وينجزها سريعا وسيكون له اثر ايجابي في التقنيات الجديده المتبعه في تسجيل وبيع العقار وسيكون لها دورا في مواصله هذا الزخم لسنوات مقبله واقترحوا تطبيق النظام على كل أنواع الصفقات نظرا لأنه يطبق حاليا على صفقات الكاش فقط كما اقترحوا إعادة إجراءات تحويل الملكيات عبر الانترنت مثل ما كانت في فترة جائحة كوفيد 19 وتحويل المبيعات وإنجازها أونلاين دون اشتراط وجود المشترين وكانت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أعلنت نجاحها في اعتماد نظام جديد لتسجيل المبايعات العقارية تم تطبيقه في مايو 2020 ويتيح النظام لملاك العقارات بيع عقاراتهم عن بعد ومن أي مكان في العالم ما يساعدهم على إتمام معاملاتهم وإجراءاتهم دون الحاجة إلى الوجود بشكل شخصي أو الحضور إلى دبي أو توكيل شخص آخر لإتمام هذه العملية مشاهدينا لمناقشة الموضوع نرحب بضيفنا في الاستديو اسماعيل ابراهيم عبد الله محمد الحمادي خبير عقاري وتطوير المشاريع حياك الله ومساء الخير في مساء الامارات مساء النور والسرور حياكم الله يعني شو هالميزة الجميلة الصراحة اللي تحسب لدولة الإمارات ولإمارة دبي اليوم تسجيل العقار أونلاين قبل كنت يمكن أسير ويا الوالد تسجيل عقار أو ما شابه يحتاج الموضوع أنك توقف بالساعات وأوراق ثبوتية وإلى آخره يعني موضوع روتيني شوي اليوم أونلاين كيف تتم هذه العملية رغم أني ذكرت أن الموضوع يحتاج إلى أوراق ثبوتية نعم صحيح خلال جائحة كورونا في 2020 بدات دارة الاراضي والاملاك تطبق نظام اللي هو البيع عن طريق التطبيقات المرئيه اللي هي عن طريق التيمز او عن طريق الزوم باعتبار نعم. ان امين التسجيل كان يفتح مع المشتري او مع البائع فيتعرف على شخصيته بالاوراق الثبوتيه اللي هي أرس يعني بالاساس مرسله إلى مكتب أمين التسجيل وبالتالي يتم التعرف عليه وإتمام الصفقة بشكل مباشر بعد كورونا رجعت المواضيع برتمها السابق باعتبار أن اليوم أنت لما يكون عندك بيع وشراء عن طريق الأونلاين في تحويلات بنكية لازم تصير البايع يضمن أنه يستلم من عند المشتري الفلوس فالحساب لازم يكون في حساب الضمان فهذا صحيح. يأخر عمليه تسجيل. تسجيل او اتمام الصفقه بكل اريحيه نعم. بالمقابل الاخوان في اداره الاراضي والاملاك من 2020 تم تحديث نظام التسجيل الى ان دبي رست اليوم فيها الخدمات هاي كلها الوساطه العقاريه تبدا من اتمام العقود الاولى بين البايع والمشتري وتحميل كل الاوراق والمستندات المطلوبه وبالتالي اليوم كان مفترض ان نتجاوز هذه المرحله بخدمات تكون اكثر تقنيه لكن بتواجهنا مشكله التحويلات خاصه اذا كانت التحويلات هاي خارج الدوله ومحتاجه الى اوراق ثبوتيه لتحويلها من سند ملكيه فانت ما تقدر تقرر انك انت استلمت الفلوس وما عندك الملكية صح أو العكس أني يعني أنا أسلم العقار وأنا ما استلمت الفلوس فهاي نعم. المنطقة الرمادية إن شاء الله خلال الفترة القادمة دبي اليوم تمشي على رتم سريع الخدمات تكون فيها إلكترونية نعم. فبالتالي هذه العقبة ما بتكون آ... صعبة آ... بالنسبة لهاي وإن شاء الله في الأيام المقبلة أتوقع أن بنسمع آ... مبادرات أو آ... طرح جديد في, مو... في موضوع آ... تسجيل الوحدات نعم. هذه بالنسبة للوحدات الوحدات في البيع الثانوي اللي مم. فيها بايع ومشتري نعم. لكن المبايعات الأكثر شيوعاً اليوم بين المطور وبين المشتري الأولاني وهذه 100% عن طريق الأونلاين فهذه نعم. تحسب لدبي وتحسب لإدارة الأراضي والأملاك باعتبارها الجهة الأولى نعم. اللي تصدر ملكية عن بعد دون حضور المشتري السلام. لمكتب المطور العقاري ليتم استكمال الطلب نعم. أكيد تحسب لدبي لدولة الإمارات لأنها تماشياً مع طبعاً توجيهات القادة لتصفير البيروقراطية نعم أقل صحيح. معاملات مكتبية وورقية باتجاه المعاملات الإلكترونية ولكن يمكن يسأل البعض أستاذي الفاضل أنه هل من رسوم إضافية على هذه الخدمات؟ لا الرسوم دائماً في الخدمات الإلكترونية تكون... أبسط, أبسط أقل. بكثير مم. عن أني أنا اليوم أروح وأتابع المعاملة بنفسي نعم. وأخذ الطابور اليوم ما نشوف طوابير أصلاً في أي مكان نعم. وبالتالي لا ما في تكلفه لهذه الخدمه لا، ما, دام؟ في، ما, إنه ما ما في في, في تكلفة يعني فرضت لأني... رسوم بسيطه جدا لهذه الخدمات عبر اللي هو مكاتب التسجيل العقاري لا. امين التسجيل مثل اللي متواجده في اماكن متفرقه في دبي، اليوم هذا التسجيل اونلاين ينطبق على جميع عمليات البيع والشراء سواء خلينا نقول شقه غرفه وصاله ام كان قصر كبير في نخله جميره. في كل كل المعاملات ممكن انها تتم عن طريق والايجار وحتى الايجار اليوم عن طريق تطبيق دبي رست ممكن انت كصاحب عقار تسجل عقد الايجار نعم. المنازعات الخلافات المشاكل اللي تسوي بعد اتحل اونلاين الكترونيا ولا في هذه الحاله تحتاج لاثبات شخصي مركز فضل المنازعات في عندهم خدمه القاضي الذكي ان انت ممكن تستفسر عن الاجراء المتبع وبالتالي باعتبارنا انت عندك تسجيل في دبي رست تفتح تطبيق اللي هو مركز فضل المنازعات الايجاريه وتقدر اصلا ترفع تسجل دعوه او انك تتابع الدعاوى اللي عندك او حتى اذا في خلاف ممكن انك انت تلجا الى المستشار القانوني عن طريق التطبيق نفسه. نعم. نعم. انا كعميل بسيط ابحث عن عقار وابى اسجله اونلاين كيف اتجنب عمليات الاحتيال دام ان اليوم الموضوع اونلاين فصار من السهل اختراقه نوعا ما لكن اكيد هناك جانب اخر او انظمه دفاع خلينا نقول حطتها اداره الاراضي والاملاك للدفاع عن خصوصيه البائع والشاري ايضا لكن انا كشخص عادي كيف اتجنب الوقوع في عمليات الاحتيال خاصه اذا جاتني دعايه من مطور مثلا وهمي نقول ان العقار هذا تقدر تسجله اونلاين وانا طمعت كان السعر مغري ودخلت معاه بهذه العمليات وقال لي بنسجل اونلاين. احنا في القطاع العقاري والشفافيه اللي موجوده اليوم في اداره الاراضي والاملاك تحديدا في اماره دبي تسعى دائما الى توفير البيانات الخاصه في هذه العمليات، في مثلا اذا كان في مطور طرح مشروع وهذا المشروع غير مسجل ومدرج في حساب الضمان فأنت ممكن تستفسر عن طريق دوبايرست تدخل في المشروع وتحط الاسم فبالتالي تشوف إذا هذا المشروع موجود وفي بياناته رقم حساب الضمان رقم حساب المشروع وصف المشروع كل البيانات هاي موجودة إذا بتشتري عقار من السوق الثانوي خلينا نقول في خاصية موجودة اللي هي خاصية الإستفسار عن شهادة الملكية هل هذه الشهادة صادرة؟ هل منتهية؟ هل فيها تعديل؟ للمشروع فلل... للعقار نفسه نعم لكل العقارات لها ملكيات فأنا تمام. ممكن أتأكد أنا ممكن عندي ملكية قديمة صحيح أداولها ما زلت صحيح. أو أني حصلتها في موقع من المواقع صحيح. فأنا ممكن أستخدمها هاي فمجرد ما أدخل آر كود او ادخل رقم الشهاده هي؟ فالموقع يعطيني اذا هذه الشهاده صالحه ام لا نعم صحيح. هذه بما يخص الملكيه للعقار او للوحده نعم. ماذا عن الرخصه يعني في بعض المطورين او الوسطاء البروكرز غير مرخصين ويمارسون المهنه العقاريه بين الشاري والبائع فكيف نتاكد ان هذه الشركه او المطور او الوسيط هو مرخص نرجع مرة ثانية حلقتنا اليوم بتكون عن دبي رست لأن ما شاء الله فيها مئات الخدمات دبي رست اليوم هي المحفظة العقارية الشاملة فيها ممكن يتم الاستفسار عن الوسيط العقاري المعتمد والمقيد في سجلات دارة الأراضي والأملاك مع تاريخه العقاري باعتبار إنه كم الصفقات اللي سواها عدد النجوم اللي عنده التزامة يعني هي. إلتزامه بالقوانين هاي كلها كمعايير وتصنيفات موجوده نعم. من خلال التطبيق نفسه فالواحد منا نعم. بس كبسه زر صحيح. ممكن يعرف المشاريع الموجوده ممكن يعرف الوسيط المعتمد يا سلام. المقيد ممكن يعرف حتى تاريخ تداول الصفقات العقاريه لدى هذا الوسيط سواء نعم. كان في مناطق محليه ولا كان في مناطق التملك نعم. الحر والمشاريع المدرجه على الخريطه. جميل جدا، طبعا مشاهدينا دبي ريست هو ابلكيشن اطلقته دائره الاراضي والاملاك لتسهل نعم. على العملاء من بائع وشاري وايضا مستثمر الحصول على المعلومات عن دائره الاراضي، استفساراتهم عن الوسطاء العقاريين وحتى الاماكن البيع والشراء في اماره دبي. كل الشكر لك اسماعيل ابراهيم عبد الله محمد الحمادي. خبير عقاري وتطوير المشاريع على هذه المعلومات والتفاصيل. يعطيك الف عافيه استاذ. العفو شكرا جزيلا على الاستضافه. حياك واجب شكرا اللازم. لك. مشاهدينا طبعا مستكملين فقرات مساء الامارات وشحمه اذن بملايين الدولارات بعد هذا الفاصل. جانا لكم مشاهدينا مستكملين فقرات مساء الامارات والى شحمه الاذن وعالم المنصات الرقميه وما يتم تداوله عبر تطبيقاتها ومواقع التواصل الاجتماعي، تتخيلون ان تدفعون ملايين الدولارات على شراء لحمه او شحمه هي لحمه او شحمه اذن، هذا ما تصدرت عناوين الصفحات المتناقله للخبر يا سالم. خديجه انا مستحيل اصدق او اتخيل لكن مشاهدينا عندنا ماده ولهذا السبب طرحنا الموضوع في هذه الفقره، نروح نشوف الماده ولنا عوده. نرحب بضيفتنا في استوديوهات الظفرة عبر مساء إمارات هبة محفوظ صانعة محتوى رقمي مساء الخير هبة مساء الخير خديجة أهلا. نورة أهلا وسهلا أهلا أهلا سالم أهلا يسعد مساء مزادات عالمية انتشرت كثيرا في السوشيال ميديا آخرها شحمة أذن بملايين الدولارات أول شيء كلام صحيح هذا هل أو كم مدى مصداقية هذه المعلومة يعني انت هلا لحالك قلتيها انه يعني اصلا الموضوع خارج عن المالوف وخارج يعني. عن القوانين وخارج عن الطبيعه موضوع شحمه الاذن هيدا انتشر تقريبا بين بعالمنا العربي انتشر مع بدايه اذا بتتذكروا ارتفاع الدولار بمصر نعم. وهن نعم. جماعه اصحاب نكته فانتشرت فكره النكته هيدا وطلعت بعدين وصارت رائجه وبلشوا بالسوشيال ميديا يتخاطفوا الخبر على اساس انه واقعي او ممكن يصير طيب. للصراحة خديجه مستحيل هيدا النوع من المزادات يتطبق على ارض الواقع اولا لانه في قوانين بتمنع انه يبيع مم. الانسان اي شيء من جسمه صحيح وهذا الموضوع ممكن يكون طارئ طبي اذا لا سمح الله قدر وصار نعم. ولكن على ارض الواقع تخيل انت انه ممكن نحن نزايد عليها هي واحد نعم. اثنين المزايدات خلينا نحن مبدئيا بس نحكي شوي بموضوع المزايد والمناقصه المزائدة والمناقصه هو خلق منافسه على السعر غير السعر المألوف للسلعة أو للخدمة صحيح. غير السعر المألوف أو الرائج لإلها عالمياً أو محلياً صحيح. بالتالي لازم يكون في له ضوابط حتى لو كان خارج عن الاطار السعري نعم. لكن هو قانونيا في إله ضوابط اولها ما يكون فيه اخلاقيات غير مضبوطه نعم ثاني شيء لازم يكون ماده قابله للشراء فعلا نعم. لانه في مواصفات حنقدمها نحن للمزاد حيو... حي حيزايد عليها الناس وحيدفعوا ثمنها بالتالي فكره مزاد شحمه الاذن غير صحيحه ابدا غير صحيح اصلا ثبت انه هي حتى اذا انتقلت من انسان لانسان ما إلى قيمه فمانو وارد ابدا إني غير ممكن. منطقي غير علمي أيه. غير صحيح أبداً. او غير واقعي طيب السؤال نعم. سؤال هنا اليوم نشهد عالم تكنولوجي عالم افتراضي اليوم منصات التواصل الاجتماعي صارت عالم موازي نعيش فيه اليوم في هذه المزادات نشوفها على منصات التواصل الاجتماعي منها اكس وغيرها من المنصات على هذه المنصات تكون المزادات الرقمية غير مرخصة أصلا علشان تكون تخضع إلى ضوابط أو تحت ضوابط معينة أم لا تخضع فاللي طارح مثلا منتج معين أو شيء معين يبي يبيعه وعشان يخلق تنافسية على سعر معين عشان يوصل لعائد معين مالي معين كبير فهو مش محتاج انه يكون مرخص او غير مرخص، اللي, اللي عنده رغبه انه يشتري بيزايد، اللي ما عنده رغبه ما بيزايد، ويا كثرهم اللي يزايدون، فكيف اليوم هل هناك ضوابط الكترونيه على هذه المنصات تضبط هذا الشيء؟ اول شيء اي شيء بتشوفه عم ينباع وينشر على الانترنت في له ضوابط. ممتاز. ليش في له ضوابط؟ يعني نحن بدنا نعرف هي الضوابط ليه موضوعه اصلا، ما نحن كلياتنا احرار وكلنا عندنا انترنت. نعم. لما بتصير انت عم عم تبيع وتشتري على الانترنت، هيدا اقتصاد بحد ذاته. ممكن يأثر على اقتصاد الدولة اللي أنت عايش فيها لهيك بتم متابعته بدقة سالم نعم. يعني نحن بنفكر أنه الموضوع عم يمر مرور الكرام لكن هو متابع بدقة مثل عندنا مثل نحن بالامارات، نحن هلا يعني النا اه ترتيب عالمي بيحكي عن الشفافيه بالماليه نعم. ومتابعين عالميا لانه صحيح. سوق عالمي بالاخر، فانت تخيل انه بالامارات كل عمليات البيع اللي انت بتحكي عنها او المزادات المعلنه هي مزادات مرخصه اولا مدعومة من جهات حكومية ومسيطرة عليها من جهات حكومية ثانيا في سيطرة أثناء المزاد شلون هيدي السيطرة بقى؟ شوف الانترنت مثل ما هو عالم كتير غريب ومخيف قد ما هو كمان قادر يسيطر على نفسه بنفسه نعم. يعني اليوم أنت عندك الذكاء الاصطناعي قادر أنه يفوت على المزاد قبل المزاد أثناء عملية تسجيل المزايدين اثناء المزاد وبعد المزاد لمتابعه هيدي السلعه اللي انشرت لوين راحت قد دفعت هيدي المصاري اللي انشرت او انباعت منها هل هي اموال مشبوهه هل هي اموال ضمن العمليه الاقتصاديه للدوله بالتالي نحن المزادات عبر الانترنت مؤمنه نعم. اكيد اذا كانت مرخصه هلا هل اذا بدي انا القانون يحميني مهم. لازم انا كمان احمي القانون صحيح فبالتالي انا وقت اللي بدي فوت بنفسي على مزاد غير مرخص مهم. وانا ملاحظ ان هو ما له تبعيه معينه عفوا <applause> انا بالتالي غلطان وخارج عن القانون ومثل ما بيتحاسب الشخص اللي باعني هيدي السلعه انا كمان بتحاسب اني اشتريت السلعه نعم. الغير مرخصه نعم. يعني الطرفين مسؤولين عن هذا الطرفين الموضوع فوجب وعي الشاري والبائع وكما يقال القانون لا يحمي المغفلين, المغفلين. استاذه هبه ولكن في نفس الوقت هناك مشاهير يسوون مزادات علنية على السوشيال ميديا لمثل مقتنيات خاصة يعني خلنا نقول التيشيرت اللي لبسه الفنان فلان الـ الـ التيشو اللي استخدمه اللاعب الكرة فلان وبالتالي في مزاد يصير على مستوى شخصي بس يمكن يشفع لهم انهم مشاهير دور السوشيال ميديا هني دور الضوابط هني وين هلا اول شيء مثل ما قلنا ببدايه الكلام المزايده هي بيع سلعه إلى قيمة معنوية أكثر من قيمة المادية هيدا أول شيء بالمزايدة نعم. غير المناقصة المناقصة نعم. دائما بيكون في إلى السلعة أكثر تماما نعم. فنوع أصلا من أهمية المزايدات أنك تعملي كسب مادي من, من, من سلعة أو خدمة ما إلى هالقيمة المفترضة نعم. يعني افترضي أنت لوحة بيكاسو اليوم كسلعة كلوحة بحد ذاتها نعم. كقيمة سعرية بالسوق هي بالية نعم. لكن هي قيمتها كلها بقيمتها المعنويه براند نيم تماما صحيح فبصراحه المشاهير استفادوا كثير من موضوع المنصات الالكترونيه للمزايده مه. اولا حققت لهم انتشار اكثر من الانتشار اللي ممكن يحققوه على ارض الواقع نعم. يعني انا اليوم مشهوره كثير بامريكا نزلت على نيويورك بدي اعمل مزاد بنيويورك بحقق نفس الاسعار اللي ممكن من التنافس فيها اللي بدي اخلقها على سلعه حول العالم اكيد لا لهيك الانترنت عمل فضاء وعمل اقتصاد موازي خديجة تماما بشكل كامل حقق من خلاله هدول الأشخاص شهرة فوق شهرتهم أموال فوق أموالهم وقدرة على تحريك الأموال بالعالم فوق قدرة حتى الدول أحيانا هذا شيء إيجابي ولا سلبي هي بتحسين يعني دور السوشيال ميديا في هذا الموضوع أوكي. ما اختلفنا ان المقتنيات معنويه اثريه لها قيمه صحيح. بس يمكن مش لدرجه يعني توصلها لها في دول العالم وعلى مستوى الانتشار الافقي للسوشيال ميديا فهذا أهون... شيء ايجابي ولا سلبي هون خديجه ليكي في يعني وجهين للفكره لما بنحكي عن المشاهير انا بعتقد انه الموضوع شوي فيه امراض نفسيه لا مم. زياده أمراض هوا. نفسية. هوا. هوا. هوس نعم بينما لما بدك تحكي عن المزايده بحد ذاتها، المزايده بحد ذاتها حاله اقتصاديه رائعه، نعم. لانه بتقدر تحققي من خلالها اموال مه. بناء على قيمه فنيه احيانا، صحيح. بناء على قيمه مثل ما قلنا معنويه، نعم. فانت بالتالي ممكن تحققي اموال انت محتاجتيها لتكملي اعمالك. بالفعل، فانت خ... كمشهور لك قيمه معنويه، إيه يعني انت لك إيه قيمه عند هذا اللي تابعك عند جمهورك، فممكن توقيع من احد اللاعبين على قميصك يدر عليك اموال، فاليوم هناك جانب ايجابي مثل ما قلتي وهذه المزايدات تخضع لضوابط معينه على منصات التواصل الاجتماعي، انا ذكرت قبل شوي ان اليوم منصات التواصل الاجتماعي هي عالم موازي نعيش فيه، مثل عالمنا اللي نعيش فيه على ارض الواقع، نعيش ايضا في عالم التواصل الاجتماعي. اكبر سالم عالمنا. صح ولا لا؟ فاليوم مثلا كيف اقدر اتحقق من حقيقه هذه ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي سواء كان مزاد معين على توقيع معين، انا اليوم عندي تي شيرت موقع عليه كريستيانو رونالدو. مثال تشترينه؟ فانا انا حطيته على احد المنصات وقمت يا جماعه لاعلى سعر. انا انسان في النهايه فيك ما في المقابل الجمهور اللي يبغي هذا التيشيرت كيف يقدر يتحقق من مصداقيتي؟ اوكي. <applause> مثل ما قلنا من شوي اذا بدك يحميك القانون لازم انت تحميه. نعم. دائما انا وقت اللي بفوت لحتى اشوف مزايده معينه بشوف التبعيه لشركه المزاد اللي طرحت هيدا الشيء. <applause> يعني انت عم تحكي عن بعتذر <تزار> <تزار> نزلت الزبد لسه أسرع صح, صح. صح. بس بخبرك شيء اليوم مو بس شركات تقوم بهذه المزايدات حتى الافراد فنحن ابى اتكلم عن الافراد الشركات هي مرخصه اذا مش مرخصه فما لها الحق انها توي مزايدات لكن على مستوى الفرد يوم يقوم بمزاد معين يقول لك انا ببيع هذا الشيء حطها في حسابه الخاص في انستغرام شلون بدك تدفع له لهذا الشخص؟ تحويل. تحويل تحويل اي بي يعني لحتى اقول لك شغله اول شيء التحويل عبر الانترنت في له ضوابط ليش؟ لانه انت وقت بدك تدفع مصاري من حسابك لحساب شخص هلا هل باي دقيقه بدك تحوليه في سبب للتحويل صح <applause> دائما بدي اقول لك يا انه هدول العالم حتى التحويلات مراقبه يعني انت مفكر حالك لما بعمل انا تحويل بالبنك ما ما معروف لوين راح ومن وين وين اجى اكيد طيب. وقت بدي احط انا سبب التحويل وقت بده يكون المبلغ فوق قدر يعني قدر معين اكيد بده يتابع هذا المبلغ لحتى ينعرف من وين وقت بده يكون الموضوع كلياته مثير للشبهه رح يتصادر ورح يتغرم الطرفين ورح يتحاسبوا بالقانون <applause> لما بيكون الموضوع مثير للشبهه بس اذا كانت عمليه تجاريه طبيعيه يعني <applause> انت بدك تبيع اليوم الساعه تبعك ب 150 درهم ما مبلغ مقبول ومزايده مقبوله وعمليه تجاريه فرديه <applause> فهي ممكن كثير انها تمر على الانترنت وما حدا يحس عليها تربح فيها كمان في كثير ناس عم يعملوها على <applause> امازون وهدول القصص يعني هي عمليه تجاريه تامه لكن لما بتكون العمليات المزايده عمليات مضره بالاقتصاد بهيد اللحظه اكيد بدها تصير جلبه وبدها تتم محاسبتها او ضبطها على الاقل يعني ما بين هبه خلينا نقول القانون لا يحمي المغفلين ومن بين حلال على الشاطر متى يكون الفيصل بين ان في استغفال او ابتزاز او نصب او احتيال صار لانه ممكن المشكله مش بس في التحويل ممكن يصير دفع كاش اون يعني ان نقدي اثناء التوصيل فلا من شافه ولا من دري نفس صحيح مية مية. ما يقولون بالضبط وبالتالي متى نحن يعني كيف الضوابط تكون في هذه الحاله كيف نواعي هذا المشاهد هذا الرائد لرواد التواصل الاجتماعي حتى لو شغله ب 150 درهم نتكلم عن المبدا مش مم. عن القيمه لان 150 و150 و150 يسوون مبلغ وقدره مية بالمية كلامك صح أنا أول شي بعمله دائما بلاحق الشخص اللي عم اشتري منه من وين باعني لأنه أنا عم اشتري مادة هذه المادة إلى مواصفات أوكي. بدي أعرف هذه المادة بدها توصلني بالمواصفات المطلوبة أو لا مم. فبدي أعرف هو من وين عم يبيعني من بيته من معمله من شركته من مشروعه الخاص هيدا أول خطوة بعملها مصدر أول شي مم. وقت بدي اشتري على الانترنت دائما بلاحق اللواحق سياسة الخصوصية مثلا انا عم بيع على فيسبوك سياسة خصوصية معينة في إلى ترجمة بالقانون مختلفة تماما عن لما على منصة الكترونية تانية مم. امازون او اي شيء تاني بهيدي الحالة انا لازم اكون دائما حامي حالي بقراءة سياسات السياسات والخصوصية والامان نعم هيدا واحد اثنين معلوماتي يعني انا حتى لو دفعت مصاري اليوم فلنفترض كاش اذا فدت بالمصاري الامور مارقة بس انا ما بسلم معلوماتي لاي حدا صحيح. اول شيء ضمن العائلة إذا كان في عندي أشخاص غير مخولين أنه يستلموا معلوماتي ما بسلمون إياها إذا في أشخاص أحياناً بالعائلة يعني عرضة للابتزاز العاطفي م -م. بجنبهم عن الأموال نعم. وعن المعلومات الشخصية عن, عن الأرقام البنكية إلى آخره نعم. هيدا التفاصيل كلها لازم الواحد ينتبه لها بلس أنه لازم ينتبه أنه هو في عنده قانون يحميه يعني أنا في حال له... بهيدي اللحظه صار عندي عمليه احتياليه، اذا قدرت بهيدي الثانيه ارجع شقر... يعني راجع فيها الشرطه، راجع فيها محامي، بيقدر يدلني على التمام لوين انا بدي اروح، هيدي كلياتها اجراءات قانونيه، بس نعم. اذا بدك تجي, تجي انت للاجراءات ك... كمحتوى، هل هو يحق له مثلا هذا الشخص انه يكتب هذا المحتوى او يروج هذا المحتوى او لا؟ م. هون انا بقدر اقول لك اكثر. نعم لاني انا بعرف اكثر اذا بقول لك انه اليوم مثلا شو نوع السلعه اللي بدي بيعها. هل تستحق الشرح هل تستحق المواصفات <applause> بهذه التفاصيل هون بدي انتبه انا وكون حذره لانه هذا الموضوع هو شغلي وانا دا عندي درايه كامله فيه بس ما عندي درايه كامله لحتى نروح انا لاحق القانون شو بده يتصرف مع هذا الشخص ما نقدر نحكم بالنهايه بالفعل. فالمزاد في النهايه يعني خلينا نقول خلاصه الحديث المزاد شيء ممتاز ايجابي ينعش الاقتصاد سواء كان للدوله ام حتى للشخص للأفراد, صل... للافراد حتى ايضا للشركات لكن اليوم في نوعا ما تزييف في هذه المزادات السؤال هنا هبه كيف اميز ما بين المزاد الفعلي اللي موجود ومرخص وممكن استفيد منه والاخر المزيف؟ اذا عم تحكي عن مزادات الافراد هيدا شيء بس لا الشركات طبعاً. الشركات الشركات اول شيء في شركات مرخصه بكل دوله للمزادات حصرا جميل هيدا واحد فانا لما بفتح على الويب سايت لحتى اشوف اذا كنت عم احكي عن مزاد الكتروني هيدا شيء وعلى الواقع شيء ثاني فلما انا بدي اشوف مزاد الكتروني اول شيء بشوف اللاحقه أنا من أي دولة هيدا اللاحقة؟ من دولة أنا بعرفها؟ بعرف قانونها؟ أوكي برجع بعدين بشوف أنه هيدا الشركة شركة المزاد هل هي مدعومة من جهة حكومية؟ هل هي مرخصة؟ نعم. برجع بشوف لأنه حتى ممكن أنا أكون لسه لهاللحظة مخدوع برجع بشيك نعم. بالجهة الحكومية هل هي فعلا تدعم هيدا المزاد؟ نعم. هل هي فعلا تدعم هيدا الشركة نعم. ونشاطاتها بالدولة؟ هون أنا صرت بالأمان برجع بعدين انا وصلت لعند المزاد، بدي اسجل اسمي، بدي اعطيهم معلوماتي، بدي اعطيهم معلوماتي البنكيه، بتاكد اني عم قدمها بطريقه صحيحه وعم بقرا الشروط يلي بدهم يتحكموا فيها بمعلوماتي. يعني نعم. نفس اللي قلنا انه يكون في وعي ويكون في حرص على المعلومات ولمن وما هي؟ برافو. انت صانعه محتوى في الختام سريعا آه هبه، انت صانعه محتوى وتكلمنا عن المحتوى او المواضيع المعنويه والماديه، صانع المحتوى في موضوعاته يطلب منه نفس المصداقية، مطالب بنفس المصداقية لعرض المعلومة بعيدا عن البيع والشراء. سريعا لو سمحت. بصراحة خديجة لا. لا لا بس إذا كان هو على قدر المسؤولية لازم يكون دائما. نحتاج لضوابط جدا نتمنى. شكرا. رسالة سامية وأهدافه ومحتوى يعني. هادف ورسالة طبعاً. للجمهور اللي يتابعك أكيد كل شكر شكراً. لكِ هبة محفوظ صانعة محتوى رقمي على هذه التفاصيل والتحليلات. شكرا شكراً تحبين الشعر؟ الشعر شعر تحبين الشعر؟ شاعرة نزار قباني انتي شاعرة؟ نزار قباني ايه نزار م. قباني سيدات من بداية الحلقة تقول لك تقول لي سيدات وهو شاعر السيدات 100% و... بالفعل. طبعا أكيد والله مناصرنا كان بشدة كمان م. طبعا أكيد هو كان ولا زال بكلماته وأبياته شاعر النساء القباني بعد هذا الفاصل مرحبا الساعه مشاهدينا مره اخرى من عالم المنصات الرقميه الى الشخصيات العربيه والى بين حارات دمشق القديمه وازقتها العتيقه ولد او شاعر يحاكي باسلوبه الرائع نسمات الياسمين الياسمين الدمشقي نزار قباني لجعل من كلماته نبضات حب وأيضا ألم يا خديجة حب, حب وألم و ألم. الله انطلق بس. هذا الحب والألم بكلمات القباني ليحمل رسالة شعرية إلى كل محب للغة العربية ليكتب بأبياته حكاية عشق أبدية ترددها الأجيال وها نحن نرددها اليوم خلونا نتابع هذا التقرير مع بعض ولا نعودة ولد الشاعر السوري نزار قباني في دمشق عام 1923، واستطاع أن يحتل مكانة متميزة في قلوب محبي الشعر العربي، حيث بدأ رحلته الأدبية منذ الصغر، متأثراً بالبنية الثقافية التي نشأ فيها، وكانت دمشق حينها تحتضن العديد من الأدباء والشعراء. نشر نزار أول ديوان له بعنوان قالت لي السمراء في عام 1944 ليمهد الطريق لأعمال أخرى أكثر عمقا ونضجا. تميزت قصائد نزار قباني لكنها في الوقت نفسه أكسبته جمهورا واسعا من المعجبين في جميع أنحاء الوطن العربي. إن إرث نزار قباني لا يقتصر على ديوانه الشعري في الواسع بل يمتد الى تأثيره الكبير على الشعراء الشباب والأدب العربي بشكل عام، واستطاع نزار ان يترك بصمة لا تمحى في تاريخ الأدب العربي. رحل نزار عن عالمنا في عام 1998 لكن قصائده ما زالت ترددها الألسنة، وتحتفظ بمكانة خاصة في قلوب محبيه مشاهدينا نعرف تفاصيل اكثر عن هذه الشخصيه نستمع من اهل الخبره والشعر رحب بضيفتنا في الاستديو الشاعره لينا فيصل حياك الله ومساء الخير في مساء الامارات مساء الخير يا مسائل مرحبا مسائل يعني التقرير ما شاء الله هم. ما قصر عرفنا عن نزار قباني متى و... متى ولد ومتى مات لكن شعره وتاثيره على الشعر العربي الحديث كيف هذا التاثير؟ اسعد الله واول مساءكم بكل خير واسعد مساء المشاهدين بكل خير اتمنى كي. ان اكون جديره بالحديث عن شاعر كبير كرمز الشاعر نزار قباني وانت نعم. لها ان شاء الله شاعر نزار قباني ظاهره ادبيه فريده من نوعها نعم. لم يحظى التاريخ بشهرة آه، لم يحظى شاعر في التاريخ بشهرة كما حظي بها الشاعر نزار قباني نعم. هو أحدث تحول كبير جذري في القصيدة العربية أيضا تحول كبير في الشعر العربي حيث كان أظهر روح التمرد تمرد على كل شيء صحيح. على البنية بنية القصيدة آه، كان التحول فكريا وأدبيا نعم. آه، جعل القصيدة كرغيف الخبز حتى يتداولها الناس في مقاهيهم في جلساتهم في بالاسره في المجتمع ذهب بالقصيده الى ابعد مكان نعم. فكان اثر الشاعر نزار قباني واضح جدا في القصيده العربيه إذا هو تمرد وتنصل قلوب الكثير من عمالقة الفن العربي، يعني كاظم الساهر وايد غنى للشاعر نزار قباني القباني، لماذا بحسب رأيك؟ ما هو الأسلوب المميز في قصائد نزار قباني يدعو كاظم الساهر م. وغيره من الفنانين الغناء له؟ تميز أسلوب نزار قباني هو السهل الممتنع م. القريب من المتلقي، من ذهنية المتلقي، من الجمهور، كان قريبا من كان له جمهور واسع وايضا الايقاعيه والغنائيه في قصائده هو حافظ على ايقاع القصيده وكانت واستخدم الفاظا داخل القصيده قريبه من المتلقي من الجمهور نعم فحظي بهذه الميزه التي جعلت قصائده مغناه ذكي يعني شاعر ذكي بالفعل ذكي حتى تعامل مع العديد من القضايا منها الاجتماعيه والسياسيه نعم سؤال هنا استاذه لينا كيف تعامل مع القضايا السياسيه والاجتماعيه من خلال شعره وكتاباته ايضا شاعر نزار قباني هو بالإضافة إلى كونه شاعر هو رسام نعم. أنا أريد أن ألقي الضوء على هذه النقطة نعم. أيضا هو خطاط كما أنه درس الموسيقى نعم. وأيضا التحق بالسياسة عمل دبلوماسيا نعم. كان قريبا من الجمهور بشكل كبير كان يخاطب البسطاء كان قريبا من قضاياهم نعم آه كان ذكيا جدا فانه لامس روح المواطن العربي نعم آه دخل الى الاسره دخل الى البيت العربي تحدث عن جميع القضايا لكن لم يكن حديثه آه عاديا نعم كان متميزا وفريدا نعم لانه نعم اظهر روح التمرد حتى في الحديث عن قضايا نعم. وكان الاجدر والاقدر والأجرأ في حديثه عن قضايا جميل يعني كان انسان بذكاء طبعا كان يعني كان جداً. متميز ولكنه بقي انسان ولمس الانسانيه في دواخل الاخرين شو اكثر الدواوين اللي تحسين انها اثرت ان كان على الجمع بشكل م. عام وعليك انت بشكل خاص بالنسبه لي انا اول من قرات له هو نزار قباني نعم. انا نزار والدي أيضا شاعر وكان متأثرا جدا بنزار قباني تمام. نزار قباني أول ديوان أظن قرأته له قالت لي السمراء هو أول ديوان له تمام. وطبعه في سن مبكرة وأحدث جدلا واسعا هذا نعم. الديوان لأنه لامس قضايا خاصة عن المرأة نعم. حتى إنه حرب وسلطت عليه سيوف النقد لأنه تحدث بحسية ووصف مفاتن المرأة وكان كما وصفه النقاد اباحيا. لكن طبعا هو دافع عن نفسه في هذه الفتره وقال لقد سلطت علي سيوف النقد ولكن كان لحمي طريا. فيما بعد استطاع بذكائه ان تصل رسالته هذه الى جميع الجمهور. وبالتالي هي غزليه وليست شيء اخر. هي آه الجمال هي عباره عن نشر الجمال جميل. صوره جماليه تنشرين يعني... خليها تنشر شوي جمال اذا عندها نسمع حق نزار جمال. محضره شيء حق نزار شعر نزار متداول بشكل كبير سواء غناء سواء قصائد انا هناك مقطع في بدايه ديوان نزار قباني قالت لي السمراء عندما قال قلبي كمنفضة الرماد انا ان تنبشي ما فيه تحترقي قلبي كمن فضة الرماد أنا إن تنبشي ما فيه تحترقي شعري أنا قلبي ويظلمني من لا يرى قلبي على الورق يعني هذا الجمال وهذا العمق في شعر نزار قلباني لا نجده عند كثير من الشعراء. صحيح. بالفعل، اليوم صحيح. آه يعني شخصيه نزار قباني وقصائده وشعره وكتاباته مع هذه الشهره اللي حظى فيها ولم يحظى فيها اي شاعر آه قبله ولا بعده، فهو شخصيه مثيره للجدل مع قصائده صحيح. ايضا، فكيف تشوفين اثاره الجدل اللي سويها نزار بقصائده؟ آه طبعا الشاعر ان لم يكن مثيرا للجدل بشعره ولان لم يكن متميزا ومختلفا لا يحقق الشهره ولا يحقق الابداع ولا يذكره احد نعم. آه نزار قباني كان ذكيا كان يريد ان يخلق بصمه خاصه به وهذه البصمه كانت مختلفه عن غيره لانه دخل الى منطقه محظوره نعم. لم يستطع احد الدخول الى هذه المنطقه لكنه بذكائه وببساطته الشعرية العميقة أيضا استطاع أن يحقق هذه المعادلة الصعبة جميل قلتي استاذة أن أنت والوالد يعني الوالد شاعر وانت حضرتك بعد الله. الله يرحمه الله يا الله. رب آمين وانت بعد تأثرتي بهذا الشعر وبنزار صحيح. قباني منك ومن الوالد الله يرحمه برايك نزار بمن تأثر من الشعراء أم هل كان هو المؤثر؟ أه لا يمكن ان نقول عن شاعر انه لم يتاثر بغيره تمام كل شاعر في بداياته تاثر قرأ لكثير وتاثر بكثير ربما يشبهه البعض بعمر بن ابي ربيعه يعني في غزلياته وفي اباحيته في الشعر الغزلي لكن خط نزار قباني الشعري مختلف يعني أنا عندما كنت أقرأ لنزار قباني لم, لم أكن أجد أي ملمح شعري لأي شاعر قبله سبقه نعم حتى بعد نزار قباني كثيرا من الشعراء حاولوا تقليده نعم لكنهم وقعوا في فخ فخ التقليد نعم الذي لا, لا يخلق إبداع نعم. يعني عباره عن صوره مكرره مهم. وهذا الذي يقع فيه كثير من الشعراء عشان الشباب ما يقعون بفخ التقليد استاذ يعني لينا وشباب اليوم وشعراء اليوم الصغار من اللي يحبون الشعر ويكتبونه كيف يكون لهم شعر نزار قباني مصدر الهام ولا يقعون بفخ التقليد مثل غيرهم هلا أه طبعا نزار قباني مدرسه شعريه نعم. مدرسه شعريه خاصه لا بد لكل شاعر ان يتتلمذ على يد هذه المدرسه حتى يصنع بصمته الخاصه <applause> لماذا لانها في هذه المدرسه تنوع فيها اولا السهوله فيها العمق فيها ايضا الوعي نعم وعي الشاعر بقصيدته ماذا يريد ان يقول فيها تنوع بالقضايا تنوع بالفكر تنوع بالاغراض الشعريه فاي شاعر لابد ان يقرا نزار قباني حتى يبدا بخطوات وايده لكنها واثقه في مجال الشعر جل. هناك يعني مثل مثال على هذا الموضوع الفنان ارجع واكرر كاظم الساهر لم يقع في الفخ بس خلينا نقول عرف انه كيف يستغل هذا الشيء فعشق من قبل النساء لانه غنى لقصائد نزار قباني، نختم بابيات شعريه لتش استاذه لينا حاجة. تكتبين؟ انا اكتب الشعر لدي تاثر قريب من نزار قباني يلا نسمع شيء نختم به آه، ساقرا اخر قصيده كتبتها تفضلي بعنوان لم اجد لها عنوان الى الان بلا عنوان بلا عنوان قصيده بلا عنوان, بلا عنوان. ممكن تحصلي لها في هذه الحلقه عنوان بعد ما نسمعها ويسمعونها المشاهدين نطلع لها عنوان بالفعل يلا ممكن, <applause> ممكن نطلع لها انا بخلي بعدين نسمعها وانا بخديجه كونها بالفعل تحب الشعر نشوف اذا شاء تقدر شاء تحط عنوان قصيده يلا نسمع معي لغتي ومعناي النبيل وانت الوقت تمضي والافول لماذا الان والدنيا سؤال يضيع الحب يملأني الفضول، وأنت محاولا تضييق أفقي، جعلت الريح في صدري تجول، وعمدا كنت تشطب كل حرف، فماذا يملك المعنى القتيل؟ إذا كان السؤال يعيد قلبي، سأسأل مرة: أين السبيل؟ تفيء إليك في ضعف حروفي وفي قلبي محمحمة خيول تغادرني بصمتك مطمئنا الى قلقي وبي نبض خجول وقلبي فيك وظني فيك يسبق سوء ظني لانك ربما شخص اصيل سماؤك لم تعد ابعاد حلمي وعندي الان في روحي بديل معي الاحزان تص تسكن ضوء عيني. معي الأحزان تسكن ضوء عيني وذاكرتي إلى حزني تميل، وكنت أراك في صوتي شجوناً وكاد يفر من صوتي عويل، فهل أبقيك من ظمئي قريباً؟ وكيف الورد أدركه الذبول؟ وأعلم أن عندك ألف عذر وأن الهجر في حقي قليل وما اعفيك من ذنب لاني شربت الهم اياما تطول عرفتك راحلا وظلمت نفسي وقلت يعود فابتسم الرحيل وبين فواصل النسيان امضي كعابره فدربك مستحيل وخيط الحب موصول بروحي يمزقه تجاهلك الطويل لانك لم تكن الا فراغا ملاتك وانتهى الحلول سلامتك سلام. اول شيء سلام. صح لسانك وسلامتك شو هالحيره شو هالضياع شو شو هالالم اللي فيها عنك عنوان الم عنوانها رحيل السبيل رحيل السبيل نعم او سبيل الراحل سبيل راحل شكرا لك استاذه سكرا. لينا فيصل لكم. على هذه الكلمات ووجودك في مساء الامارات يعطيك الف عافيه شكرا, شكرا لكم شكرا على لك. طبعا سبيل, سبيل الراحل هذا العنوان ونحن سنرحل نعم نعم راحلونا <applause> نعم. راح نعم. يوم غد ونلقاكم اكيد نعم. مشاهدينا بنفس الموعد محاضرين لكم مواضيع جدا ممتازه وبتعجبكم الى هنا تصبحون على الف خير ويعطيك الف عافيه يا خديجه يعافيك ربي سالم شكرا لك شكرا لكم على حسن المتابعه يتجدد لقاءنا غدا ان شاء الله في امان الرحمن